سورية إنسانة مرت في زواج فاشل، انفصلت، ثمرتها زواج بنت لظروف ما، ما بيها حرق طبعا الأحداث، البنت بتعد عن أمها، طبعا أحاول أدور عليها. عزيز لا تخاف، أنا معك، أنا أقدر أتحمل كل شيء. والبنت هي فرح، واللي بتقوم بدور هاروان مهدي، وبتمر خلال الأحداث بضغوط كبيرة بتأثر على صحتها النفسية. اللي أقدر أقوله هي مينونة، ممكن تشوفها شيء عادي بس بعدين الناس راح ينصدمون من إن هي لأي مدى ممكن توصل في 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 تصرفاتها الغير متوقعة مثل ما يقولون. وأثناء رحلة بحث الأم عن بنتها بتلتقي الأم بشخصية أخرى محورية في هالعمل. الصدفة تخليني ألتقي بخطيبي السابق، طبعا يمكن تنشب مشاعر الحب اللي كانت، وما أهم يعني كانت خطوبة وفشلت، فيوقف معاي ويساعدني وترجع كل الأمور مع بعض يعني، بس على كبر. اسمعني زين، عن الكذب وعن اللف وعن الدوران، قول الصج. وهالشخص هو إبراهيم الحربي اللي بيقوم بدور والد عزيز. دور حلو، تركيبته حلوة، بجو عائلي، الأب مع أولاده ومشاكل الأولاد ومحبته لهم وخوفه عليهم. راح تشيل الفلوس بكراتين. وبتتخربط الأحداث فور ظهور مرام البلوشي في حياة الوالد، وعلى أثرها بتبدأ المشاكل النفسية واللي بيمر فيها الابن عزيز اللي بيأدي دورها محمد صفر. انفعالات الكاركتر صايرة مختلفة، فصايرة رد فعل الولد وايد ضد أبوه مثلاً، يبحد مكانه ما عنده بالبيت. فإن شاء الله ما بيحرق عليكم يعني، بس نخليها حق المشاهدين. ومن خلال ترندنج حب محمد صفر إنه يوجه رسالة لوالده العزيز. والد العزيز تكفى، خلنا نمسك الضحك لأن وايد نضحك أنا وياه بالمشاهد، مع أنه عادي مشهد يكون ما يضحك، بس أنا نتجابة لنبكي من الضحك. تتزوج واحدة مستواك تفهمك وتحبك وتقدرك، يصير عندك عيال، يصير عندك ولد يحمل اسمك مثل ما أنت حامل اسمي. ولو سمحت لا تتدخل بحياتي، مو أنا كبرت والمفروض مسؤول عن نفسي وعن تصرفاتي. وهل استمتاع بالعمل بيعود انه هذا مش اول عمل بيجمعهم مع بعض. شوف خليني اقول لك شغله، انا للامانه فيني طبع يعني بحب اتعامل مع الجيل الطالع، دائما يعني اكون محفز لهم ويعتبروني اخ، وبالنسبه لهم اخ كبير ويتقبلون مني، وهذه الروح الحلوه الجميله اللي انا دائما احتضن فيها الفريق، فلذلك تلاقي الحب والمحبه والمعزه بيننا. مبارك، تمنيك بصحتك وعافيتك، كل شيء مكتوب عليه. وابراهيم الحربي اللي بيقوم بدور نصاب في العقارات بالمسلسل، قبوله لهالدور كان لسبب محدد.